استاذ عمار، احنا كمراقبين نقول الوقت ما زال، اذا القوة السياسية عندها رغبة قوية لإصلاح الاقتصاد بالعراق، الاقتصاد الشامل، اي نعم، مو الإصلاح الوهمي. الإصلاح الوهمي عانت من عند الناس عشرات السنين، نعم، والنتائج واضحة. احنا كدول من الدول المنتجة للنفط، يعني بالعالم كله ماكو دولة منتجة للنفط الأكثر فقر باستثناء العراق. نعم. النفط اللي تنتج هي كانت ثاني وصارت ثالث والآن هي خامس احتياطي بالعالم. نعم. هي الدولة الوحيدة اللي أكثر الفقر وأكثر عدم وجود الخدمات بلادنا موجودة. نعم. النظام العراق محتاج استثمار حقيقي بالحقيقة. اللي جاي يصير أشبه بالوهمي. تدابير الحكومة الحالية ما تبني اقتصاد. يعني انت لاحظ مثلا طرقونا الورقة البيضاء واستدان الحكومة من البنك المركزي 58 مليار. نعم. هاي ال 58 مليار يكون إلها أثر على الاقتصاد العراقي وإلها أثر على الفرد العراقي. المفروض الفرد العراقي هاي الامكانية مال النفط وهذا الصرف المفروض يكون ثري الآن. جي. لكن أي تحسن على وضع المواطن ما موجود. السبب الإدارة والسياسة الاقتصادية بالعراق سياسة خاطئة. زي. ما مبنية على احتياجات أبو أحمد. أبو أحمد أنت تقول سياسة الاقتصادية هي سياسة سيئة أو خاطئة. طيب إحنا نعم. ممكن تكون هذه السياسة صحيحة لكن مثل ما قال الخبير إنه تطبيقها خطأ. يعني عندنا سياسات اقتصادية لكن أكو عراقيل حتى ما تخليها تطبق بشكل صحيح. أستاذ عمار، الدول اللي عندها يسمونها الدول الريعية، نعم، اللي عندها النفط، تدري أنت هسه غالبية الدول اللي هي تعتبر النفط اللي عندها تستخدم ربع من الثروة مال النفط اللي تجيها وتستخدمها للحالات الاجتماعية، للحالات الطارئة، أما الأموال كلها تنحفظ هاي تتحول إلى مشاريع وتستخدم الناتج من الزراعة ومن الصناعة ومن الاستثمار يمول الدولة بالكامل. أموال النفط بالعالم تستخدم من عدها خاصة الدول الريعية. نعم. تستخدم ربع من عدها والباقي من الانتاج مالتها. احنا نعم. هذا ما موجود وبالتالي احنا الأموال جاي تنهدر بناتج ماكو وهذا خوب لا يمكن أن يستمر. نعم. لأن استمراره راح يخلي الدولة مفلسة.